السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية للذكاء الاصطناعي جوه الباوربوينت. من أول حاجة ممكن مثلا تديله تكست كتير ويبدأ إن هو يقسمهم لك وينظمهم لك على أكتر من باوربوينت. ممكن يكون عندك مجموعة من الصور فتقول له اعملهم لي مثلا على شكل جدول، على شكل خلايا، على شكل تنسيق بينهم، اعمل لي محاذاة في النص وهكذا. يعني الصور دي ممكن تقول له ألاين سنترال فيبدأ إن هو يرتبهم لك. ففي السمارت بار اللي سهل لك الشغل، تقدر تتعلم على اي حاجة وتخليه ان هو يعملها لك بشكل سريع جدا وبسيط. فهي اداة توفر لك وقت. الناس اللي هي بتعمل الباوربوينت في تولز كتيرة جدا موجودة معايا زي اونلاين ماتريكس اللي هو المحاذاة بشكل جدول مثلا، في اللي هو لو في اي اخطاء لغوية او في غلطات في الكتابة يبدأ ان هو يصلحها لك. في ممكن تقول له مثلا تديك تكست كتيرة وتقول له لونها لي مثلا بالوان مختلفة فيبدأ ان هو ينفذك الامر اللي انت عايزه. ففي شوية أفكار كويسة جدا تقدر إن أنت تشوفها. تعالى ندخل كده ونشوف. فهو بيقول لك إن خلاص في أدوات ذكاء اصطناعي كتيرة ممكن تفيدك من خلال التولز اللي هو مديها لنا. زي ما شايف حاجات كتيرة جدا ممكن تقول له مثلا النص الصغير ده اشرحه لي أو اختصره. فده هيوفر لك وقت. لو في أي مشاكل في الجرامر هتقول له صلح لي الجرامر اللي موجود فيبدأ ان هو يصلح لك الاخطاء اللي موجودة. ممكن يلخص لك النص، لو هو النص كتير وكلام كتير ممكن تقول له سمرايز فيبدأ ان هو يلخص لك النص دوت. ممكن ريرايت، يعني اكتب لي النص بشكل اخر، شكل احترافي، شكل ودي، شكل مناسب للصغار في السن وهكذا. اكتبها لي كأن كونسلتنت فيبدأ ان هو يعيد لك الكتابة بتاعتها، يغير لك الكلام المكتوب لحاجة تكون افضل يعني. فدي بقى ايه، اكسباند ان تكست، في فيكس جرامر، في تلخيص، في اعادة كتابة. فأتمنى الأدوات دي تعجبكم ان شاء الله.